وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. ثم نظر إلى أهل القرية من الكفر فقال لهم: إن اتبعتكم وكنت على دينكم أو على دينكم إني إذا لفي ضلال مبين. إن أنا سرت معاكم وما نصحتكم وما ذكرتكم بالله عز وجل وما نصرت هؤلاء الرسل إني إذا لفي ضلال مبين. ثم التفت إلى الرسل الثلاثة فقال لهم: إني آمنت بربكم فاسمعون. يقول ابن كثير: فاسمعون أي فاشهدوا لي عند الله أني قد نصرتكم وأني قد دافعت عنكم وأني قد آمنت بكم وأني كنت على دينكم وأني قد دعوت قومي معكم. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. ماذا فعل أهل القرية بحبيب النجار؟ قتلوه. قالوا أنه داسوه بالأرجل حتى خرجت أمعاؤه من دبره ومات وانتقل إلى رحمة الله عز وجل. قال الله عز وجل بعدها: قيل دخل الجنة. دخل الجنة، حبيب النجار في الجنة، حبيب النجار الآن في الجنة. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. قال الله عز وجل لحبيب النجار: قيل دخل الجنة. ماذا قال حبيب النجار الداعية بصدق؟ قال: يا ليت قومي يعلمون، يا ليت قومي يعلمون، يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. الله عز وجل لم ينزل جند من السماء، بل الله عز وجل قال: إن كانت إلا صيحة. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد، يا حسرة على العباد، يا حسرة على العباد، يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. حبيب النجار انتقل من هذه الدنيا وسماها الله رجل. حبيب النجار نصر دين الله، حبيب النجار دافع عن الرسل، حبيب النجار كان داعيا للتوحيد. انت ايش سويت؟ انا وياك ايش سوينا في دين الله؟ هذه أسئلة لازم يا اخوان نسأل فيها انفسنا.
حبيب النجار قدم لنفسه ولدينه، أنت يا صاحب القرآن ماذا قدمت؟ أنت يا صاحب الحلقة ماذا قدمت؟ أنت يا من يعول عليك نصر الدين الله ماذا قدمت؟ نحتاج يا أخوان نتدبر كلام الله عز وجل ونكون من العاملين به. اللهم اجعلنا أحبابي في الله ننتفع بقصة حبيب النجار. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً.